بنبدأ مع حضراتكم دايما من الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح واللي كان من أبرزها أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وكمان تلقى سيادته اتصال بالفيديو من أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا. وأخبار أخرى يا جمانة معنا. صحيح، كمان امبارح الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأشاد بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم إيجابي، وأكد حرص قطر على تعزيز العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، وكل هذا هنتبعه في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد جانب من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهي الاختبارات اللي بتتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين. وأكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة وإعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال مرئي من أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، وخلال الاتصال تباحث الزعيمان حول سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في ضوء ما يجمع بينهم من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة. وأيضاً تم التطرق لجهود التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري. امبارح استقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأشاد بما تشهد العلاقات الثنائية من تطور وزخم إيجابي، وطلب أمير قطر نقل تحياته لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن حضور الرئيس السيسي لافتتاح بطولة كأس العالم كان بمثابة رسالة مهمة بتؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور. وأيضاً تطرق الأمير تميم بن حمد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد حرص قطر على تعزيز تلك العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، وتم خلالها التوافق على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وإن الفترة المقبلة هتشهد المزيد من التعاون لا سيما على صعيد الاستثمارات. امبارح بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة شهد الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره القطري مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وقطر في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، وده بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري وعدد من الوزراء والمسؤولين من دولة قطر. وفي جولة المحافظات معنا النهارده كمان مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، منها انطلاق أول شعلة غاز طبيعي بأحد منازل قرية الصبريات في إنا، وبدء صيانة كوبري العبل بالقصاصين بتكلفة 1,200,000 جنيه في الإسماعيلية. كمان من ضمن الحاجات المهمة اللي حصلت امبارح جمانة في محافظات مصر، وتم إجراء قرعة لتوزيع 50 بيت ريفي بقرية الخرطوم في الوادي الجديد، وأيضا فحص ما يتجاوز 264 ألف طالب، وده ضمن المبادرة الرئاسية لأمراض سوء التغذية في محافظة الدقهلية. وأخبار أخرى من محافظات تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بأحد المنازل بقرية الصبريات التابعة لمركز دشنة، وده بعد الانتهاء من تركيب الغاز بالقرية ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وبيستفيد من مشروع توصيل الغاز الطبيعي بقرية الصبريات 1470 منزل. في الإسماعيلية أعلنت مديرية القصاصين بدء أعمال صيانة كوبري العبل بقرية المحسمة القديمة بتكلفة 1,200,000 جنيه، وهيتم تحويل مسار السيارات للمرور على محور 30 يونيو بدلاً من كوبري العبل لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد. في الفيوم تم الإعلان عن انعقاد فعاليات مهرجان تونس لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية يومي 16 و17 مارس المقبل بعد توقف دام لمدة 3 سنين بسبب جائحة كورونا. المعرض بيستهدف مشاركة عدد من العارضين بمشغولاتهم الخزفية والفخارية واليدوية.
في الدقهلية بيتم استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية حرصاً على سلامتهم وصحتهم، ولحد دلوقتي تم فحص 264,114 من طلبة المدارس الابتدائية. في بورسعيد تم إطلاق المنصة الإلكترونية اعرف بورسعيد ضمن منظومة الخدمات المقدمة للتعريف بالمعالم السياحية والحضارية، وأيضاً نشر كل ما يتعلق بالمشروعات التنموية والخدمية اللي بتشهدها المحافظة. في الوادي الجديد أعلنت الوحدة المحلية لمركز مدينة الخارجة إجراء قرعة علنية لتوزيع 50 بيت ريفي بقرية الخرطوم ضمن خطة مشروع القرى النموذجية بالمحافظة. في دمياط تم افتتاح مشروع تطوير 4 شوارع رئيسية بمدينة فارسكور، واللي تضمنت إحلال وتجديد شبكات المرافق والإنارة، علاوة على إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية ورصف الطريق بالأسفلت. في سوهاج تم التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بالأحيوة، واللي بتأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وبتبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 65 مليون جنيه، وبتخدم 44 ألف مواطن.